السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من خبرات أونلاين. وعندنا خبر سريع كده حبيت أشاركه معاكم النهاردة، أعتقد إن هو هيفرح كل الناس اللي عندها مشكلة مع الرانسوم وير أو فيروس الفيديا، ولكن مش للأسف مش كلهم هم، بس اللي عندهم فيروس أو عندهم ملفات شفرت بامتداد لوكر جوجا. طبعا الخبر بتاعنا بيقول النهاردة إن شركة البيت ديفندر المسؤولة عن مكافحة البرمجيات الخبيثة، دي شركة متخصصة في برامج الأنتي فيروس، أطلقت أداة. الأداة دي مدام ممتازة جدا ومجانية بشكل كامل. الأداة دي بتقدر تفك تشفير ملفات اللوكر جوجا أو اللي امتدادها لوكر جوجا. طبعا في ستيب باي ستيب توتوريال هنا عشان تقدر تعرف كل حاجة عن الأداة أو خطواتها ازاي، ولكن تقدر ببساطة ان تحمل الأداة من هنا، تضغط على التحميل، وان شاء الله اسيب لكم الرابط ده موجود اسفل الفيديو، فبنروح نحمل الأداة بتاعتنا اللي حجمها بسيط جدا تقريبا في حدود 10 ميجا. بنفتح الأداة ونضغط على يس هنا، تبتدي تشتغل معانا الاداه بالشكل ده. بروح اعلم على المربع ده كده واقول له هنا كونتينيو، وهنا عندي اختيارين. الاختيار الاولاني بيقول لك ممكن تعمل اسكان للنظام كله او تعمل اسكان لملفات معينه تم تشفيرها عندك على الجهاز، هتقول له اسكان اونلي ذا انكريبتد فايل او فولدر، وبتضغط عليها وبتدي ان انت تعمل براوز او تعمل تصفح للملفات اللي تم تشفيرها عندك على جهازك. ممكن نعمل الجهاز كله عامه، ولكن في اختيار مهم هنا دلوقتي، في اختيار عندي هنا بيقول لك لازم تعمل الباك اب فايلز، ده دي موجودة علشان الأداة دلوقتي بتعمل اتصال ما بينك وما بين السيرفرات الخاصة بالبيت ديفندر، ففي الخطوة دي لازم يكون الإنترنت شغال عندك على جهازك عشان بيعمل اتصال. فلازم تعلم بقى على المربع ده تجنبا لحدوث اي مشكله تحصل اثناء الاتصال، يعني ممكن النت يفصل، ممكن يحصل اي خلل في الاتصال، فملفاتك يحصل فيها مشكله، فعشان كده بقول لك خلي الباك اب ده شغال عشان يعني يحمي لك الملفات بتاعتك، يعني لازم يكون الانترنت متصل في اللحظه دي. طبعا للاسف انا ما عنديش يعني ملفات اجرب عليها او اي حاجه عندي متشفره، كنا جربنا مع بعض ولكن للاسف انا ما عنديش. فبضغط مثلا بعد ما بتخلص كل حاجه هنا، بتقول له هنا كده ستارت ناو، يبتدي ان هو يبحث عندك في الملفات بتاعتك على الملفات اللي تم تشفيرها، ويبتدي ان هو يفك لك التشفير. وزي ما قلت لكم للاسف انا ما عنديش اي حاجه نجرب فيها مع بعض. اتمنى طبعا لو عندك اي، طبعا الناس اللي للاسف بقى عندها مشكله مع فيروس الفيديا، اتمنى بقى يشاركونا تجربتهم مع الاداه وفعلا حلتها المشكله ولا لا. وبس كده خلصنا خبرنا السريع النهارده، اتمنى تكون استفدت منه، واتمنى طبعا لو يعني استفدت من موضوع حلقتنا النهارده يا ريت بقى تشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، والناس اللي عندها مشكله مع فيروس الفيديا ان شاء الله تتحل من خلال الاداه دي. شكرا جدا لمتابعه حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.